camera, please, your camera. Can you get a shot? Get a good shot? Go ahead. May I now invite His Excellency Mr. التاليات العالية تجسيدا للوطن والقضية الوطنية الفلسطينية. وأذكر أيضا تماما عندما لحق بنا جيش الاحتلال وكنا صغارا وأمسكوا بي وأخذوا يفتشون بكتبي وبشنطة المدرسة عندما وجدوا العلم الفلسطيني، العلم الفلسطيني الذي كنا نخطه ونرسمه بالأقلام والألوان الفلسطينية، وأخذوني اعتقلوني لمدة 3 أيام وأنا كنت صغيرا قاصرا وعانيت وضربت أثناءها من الاحتلال، وكانت هذه أول مرة يعتقلوني فيها رغم أنني كنت صغيرا، لكنني أذكر تماما أننا كنا دائما نعمل لرسم العلم الفلسطيني لأنه كان يعني لنا الكثير الكثير. هو العلم الفلسطيني الذي طالما حمل وما زال يحمل آمال من معاني جوهرية وسياسية ودلالات رمزية تؤكد للجميع بأن الحق الفلسطيني ومهد كل فخر واعتزاز بأننا وصلنا إلى هذا اليوم الذي نرى فيه عالمنا الذين قدمنا الكثير من أجله، من أجل أن يرفع بعد أن كنا نرفعه فوق الأعمدة، وكان يستشهد الشهداء وهم يرفعونه ويسقطون جرحى وقتلى ومعتقلين من أجله، والآن نراه يرفرف خفاقا حرا فوق كل مؤسسات العالم. هاي الخطوة تمثل تخليد برأيي أهم شيء، تخليد وتقدير لذكرى كل الفلسطينيين اللي سقطوا شهداء أو جرحوا وأصبحوا معاقين للأبد لأنهم كانوا يحاولوا أن يرفعوا علم فلسطين في فلسطين عندما كانت تكلفة رفع العلم هي حياتهم. وفي نفس الوقت هذا الأمر الرمزي له أيضا قيمة سياسية مهمة جدا، لأنه يؤكد أن هناك شيء اسمه دولة فلسطين تحت الاحتلال، يحسم النقاش حول موضوع الأراضي المحتلة عام 67. إسرائيل يفند ادعاءات إسرائيل بأن هذه أراضي متنازع عليها، ويؤكد أنها أراضي دولة تحت الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي لهذا الأمر قيمة سياسية كبيرة.